التعالي لبلاهي بكرة ملعوبة لمصلحتي روبن نيفيش. كان الفرج بعد ذلك هلالية للأمام، كرة ملعوبة للهلال، الهلال الذي بدأ يلعب مباريات، تعود المحاولة للهلال، الهلال يبدأ ضاغطا منذ اللحظات الأولى، يضغط أولا، كرة تعود لمصلحتي روبن نيفيش، روبن من الوراء حظا عليك وعليه طبعا، ويعلم ويدرك أيضا أن في هذه المباراة يحتاج إلى أندية العالم. كرة أيضا للأمام مرة أخرى من جانبي من جانبي روبن نيفيش، من الجهة مرة أخرى لمصلحتي روبن نيفيش، يلعب الكروما، روما 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 هنا للأمام، خطيرة ولكنها ذهبت إلى الخارج. الله على كرة أمامية لكن روبن نيفيش يمر هنا بكرة بمحاولة من الجهة الأخرى، زكريا يسعى للوصول لكن روبن عادت إلى روبن، روبن نيفيش في قطع الكرة من هوبا لكنها مفتوحة، روبن هنا في وسط الميدان، تصل هذه الكرة من نفس الجهة اليمنى بانطلاقة لسعود، سعود إلى روبن مرة أخرى، للأمام يلعب الكرة مرة أخرى لمصر، تبعد من جانب دفاعات الهلال، أصرت لي روبن نيفيش، كرة أمامية لسالم هي كذلك يا ديسوس، فابينيو من نفس اليسار يتقدم هنا بمحاور، لكن أيضا هنا في هذه اللحظات لمصلحة نادي الاتحاد، ثم هنا أمامية روبن من جديد، نيفيش هنا من الجهة اليمنى عن طريق القدم السعودية، وبالتالي الكل كان سعيدا بحدوث هذه المواجهة وبتكرار هذه المباراة مرة أخرى بين الفريقين على مستوى إطار بوتكا. مالكم من الأسماء التي حضرت في تلك المواجهة وفي الإماراتي، وبانتظار مباراة العودة هناك في الأسبوع القادم في الرياض، لم يتمكن من ذلك، قطعت هذه المحاولة إلى خارج أرض الجنبية. هذا هو روبن نيفيش، واحد من أكثر اللاعبين تحركا وحضورا، لاحظ معي كاتيو ماذا يفعل في أرضية الملعب أولا، وبالتالي قطعت كرة في الوقت المثالي، عادت هذه المحاولة، روبن نيفيش الآن يدور على كرة، واحد من اللاعبين المميزين أنا قلت في المباراة روبن نيفيش، والجانب الآخر هناك أنغولو كانتي، واحد من اللاعبين المميزين جدا، التمريرة يفعل ذلك إلى روبن، روبن 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 من هذا المكان، روبن يأتي بتسديد جديد سيكون مثيرا بين الفريقين، لا يحق لك أن تفعل هكذا على الإطلاق، مجازا مجازا يا سادة، لكن يحق لأي لاعب أن يفعل ما يريد وأن يصنع ما يريد. هنا القادم من الوراء، روبن هو القادم من الوراء، وبعد ذلك الشوط الثاني في الانتظار، كرة ملعوبة أمامية، مر هنا الله الله الله، مر هنا معكم عبر للأمام، يمضي بكرة الله الله، مر هنا في اللقطة الماضية، يا له من إعصار هنا ذهب، وبالتالي مر مالكم عبر مالكم سار مالكم أتى بالعرضية، الإعصار كان إعصار، لكن هناك عودة روبن نيفيش، الهلال السؤال المنتظر متى يتوقف الهلال، مباراة اليوم بين الفريقين، وبالتالي هنزار زكريا هنا بكرة مرعوبة، كانتي من هذا المكان، كانتي يتقدم هنا، راح يتقدم ثم مباراة الأول وبذات الرتم الذي كان حاضرا، بينما هنا كرة أمامية هنا خطير إكساندر ميتروفيتش، عادت إلى روبن نيفيش، روبن نيفيش يلعب الكرة للأمام، تحمل تقدم من الجهة اليمنى، هذا هو روبن نيفيش، الكينغدوم أرينا، محاولة هنا وركلة ركنية قادمة لمصلحة نادي الهلال، روبن للأمام هنا كرة، الركلة الركنية القادمة طويلة أمامية هنا لكنها أيضا تصل لمصلحة من المباراة، سيأتي بأهداف لا محالة، استبعد أن تنتهي المباراة بهالطريق، مر بها للأمام سقط أرضا، روبن هنا مساحة هنا الآن، مساحة للمرور، مساحة للعبور من جانب نادي الهلال، مساحة لمضاعفة في الأداء، سرعة في العمل، الكرة لا تتوقف كثيرا وبالتالي لا تتوقف الكرة، متى توقفت الكرة؟ لا أتذكر ذلك طوال شوط المباراة الأول ولا في الشوط الثاني تماما، حالة من الانضباط، حالة من مرة أخرى لمصلحة روبن، روبن من الوراء، روبن لكوليبالي، الفرد في كرة ملعوبة لمصلحة روبن، روبن نيفيش يرسل الكرة في أقصى اليمين عن طريق سعود عبد الحميد، سعود يعود للوراء، روبن مرة أخرى، الهلال في عمل متواصل من الوراء، كرة أيضا للأمام، المباراة الرابعة كما ذكرت في شوط المباراة الأول، وبالتالي رومارينيو غادر أرضية الملعب، والسلطان اللاعب تفخر بالكيان الذي يحق لك أن تفخر به، أنا كما ذكرت لمصلحة كوليبالي ثم إلى روبن نيفيش، روبن للهلال يعودون مرة أخرى، جزاء عاد بها بعد ذلك لروبن، روبن يعود للوراء، الهلال أمامية هذه هي المحاولة عن طريق روبن نيفيش،
الهلال الذي تعرض لخسارة وحيدة في آخر 6 مباريات بالأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا، وفاز أيضا على الكثير من المنافسين عندما يلعب في الأدوار الإقصائية، وهو بمثابة دور نصف النهائي يا سادة لمنطقة غرب القارة لغرب آسيا بين الهلال والاتحاد في طرف، والنصر السعودي والعين الإماراتي في طرف آخر. كرة للأمام ومحاولة من جديد الأدوار القادمة، هنا عبد الرزاق، حمد الله للأمام، يحاول حمد الله يتقدم بكرة ولكن طالت أخرية لمصلحة نادي الاتحاد. روبن نيفيش مع الأصوات، أصوات القوة الزرقاء في هذه الليلة. روبن نيفيش من الخلف لمصلحة نادي الهلال، ياسر الشهراني، روبن نيفيش إلى سالم التوسري، سالم يعود بها إلى روبن، روبن يرسل الكرة لمصلحة علي البليهي من جديد، تنقل الكرات ثم هنا تمريرة ثم والهلال لا يغيب، والهلال لا يغيب. إذن كرة إذن مامية لمصلحة روبن اللي في صفوف نادي الهلال، لاعب سنتعرف عليه خلال اللحظات القادمة. كرة إذن للأمام وانطلاقة من جانبي روبن نيفيش، روبن يلعب الكرة لمصلحة كوليبا، سلة سلمان، سلمان للأمام، روبن هنا يحاول يتقدم، هنا مساحة، هنا ضربة، هنا وحضور هذا المشهد ومتى ما أعلنت من جديد عن طريق روبن نيفيش يرسل كرة في أقصى الجهة اليمنى، الكرة لمصلحة روبن نيفيش، روبن يقصى الجهة اليسرى لسلمان لبليه لروبن نيفيش. نحن هنا في آخر دقيقتين من زمن المباراة، الهلال يريد الثالث، الاتحاد لم يكن هناك أي تسلل، لم يكن هناك أي تسلل في الكرة الأخيرة للأمام. هذه المحاولة لمالكم، مالكم هنا مر، مالكم يحافظ على كرته.